بس هلأ كنت عم بقول لحالي بما أنك هون شوف موضوع جازة أختك عليها. ليش مستعجلة أمي؟ لأنه بصراحة بدي الخطبة تصير بحضورك. هلأ رح يطلبوها، الشاب عايش برا وعليا كمان لازم تسافر لعنده. اسمعوني أنتوا الاثنين، هاي بتكون أختكم ولازم تكونوا سندة، لازم تشد ظهرها فيكم. هاي آخر جازة بتصير عنا، عليا أختكم الصغيرة ولازم تدللوها ما هيك؟ وإن شاء الله رح طالع لها أحلى وأتقل جهاز. بدي جهازة يكون فرجة وخلي وقتها تحكي فيه كل العيلة. وضع هاي زبيدة مانو عاجبني أبدا. أنا ما بظن زبيدة رح تخلي إحسان يرجع يعيش معنا. كيف رح تمنعه يعني؟ هاي رح يروحوا ويسجلوا بنتهم بمدرسة خاصة وغالية، إذا ضل هون ما رح يقدر يدفع لها، إجباري رح يسافر.